السلام عليكم اخوان. بحاي تغليف بديل الخشب، هذا تغليف بديل الخشب، تغليف جدران ديكورات راح نعمل عليها. هاي ب 38 28 الف هاي القطعه، هذا بديل الصخر. يعني شلون الصخر بعد شكل قوي زين، هاي تقدر انت بيدك تسوي، باو على اليوتيوب طريقه وتتعلم عليها، يعني شغله بسيطه. هذا مترتين وش قد؟ متر 92. هاي قطعه بيش القطعه؟ 6000 بلاش زين. هذا حتى احسن من الخشب زين. شوف الالوان قد حلوه. بعد ايش عندك؟ ها هذني شنو هذني؟ هاي على ايش قد المباريات؟ متر 30000. المتر ب 30 مربع اهو. نوع الدوار خليني اشوفكم اياه زين. هذا هم بالجداري مو؟ بديل الرخام جداري. بديل الرخام جداري هذا بيش المتر؟ قطعة 25 ألف. قطعة ب 25 ألف. قد كم متر هاي القطعة؟ متر 82 ارتفاع. العرض متر و 22. العرض متر و 22 فوق متر 82. الطول مالت بعد الترتيب قد حلوة. هاي شوية يختلف الموديل أثخن يعني تصير. اسمك؟ هذا نفس الشيء؟ من تالا؟ شقد؟ حول 20 سنتيم. هذاك بستة. عندي هذا هم جدران هذني. هاي اتصلوا على الولد، أي شيء تحتاجونه تتصل. عندك توصيل؟ موجود توصيل. توصيل عنده؟ أي شيء تحتاجوه موجود الولد، اتصل عليه. 50 سنتيم؟ 13000. 50 سنتيم. طول مالك. هذا اسم البحال فيروز الديكور. واو حلو. بديل خشب بديل الرخام. اتصل علي قلت له من طرف طلال.